وظل يؤمن بالرحمة وبالسلام والموادعة خطة ثابتة هي الأثبت. ثم ابتلي بما هو أصعب من هذه القلة، بما هو أصعب من تلكم الوحشة أيها الإخوة. بماذا؟ ابتلي بالنصر، دخل ومعه أكثر من 10,000 سيف أيها الإخوة. دخل وأرعبت قريش كبراؤها قبل صغرائها، وانجحروا في بيوتهم، وانجحروا في بيوتهم مذعورين، وقد أرعبوا رعبا شديدا، أو رعبوا رعبا شديدا. ويحمل اللواء سعد بن عبادة فيقول بصوت جهير متوعدا منذرا بالويل والثبور وعظائم الأمور التي ستجري على هامات قريش: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. والنبي على قصوائه منكسا رأسه مرسلا دمعه الشريف يرفع رأسه ويقول: كلا يا سعد، بل اليوم يوم المرحمة، ويأمر فتؤخذ الراية من يد سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه ويعطيها. وهذا من حكمته البالغة التامة لابنه، لابن سعد، تطيبا لقلبه، ويعلن أن اليوم هو يوم المرحمة لا يوم الملحمة. أعتقد أن أمثالنا من الصغراء، كلنا نحن صغيرون أيها الإخوة، لسنا قادة نصنع التاريخ، بل لسنا للأسف ممن يشهد على التاريخ. نحن نوما سلبيون، نحن يفعل بنا ولا نفعل، لسنا ذوات للأسف الشديد إلا من رحم الله. فأمثالنا لا يستطيع حتى أن يفهم هذا الدرس، معنى أن تكون صانعا للحدث، صانعا للحظة، سيد اللحظة، سيد الموقف. بعد أن بليت في أعز الناس عليك، بعد أن ذقت مرارة الهزيمة ووحشة الطرد والتهجير والتكذيب والأفائك والبهتان العظيم والمعاداة والأحقاد السود، تدخل منتصرا في أكثر من 10,000 والقوم منجحرون، تبكي خشوعا وبخوعا لرب العالمين قائلا: بل اليوم يوم المرحمة. يقول الأديب والروائي والمؤرخ الأمريكي النبيل واشنطن إيرفينغ، صاحب كتاب غرناطة وصاحب كتاب محمد رسول الله، يقول: ليس ثمة من يضارع محمدا ابن عبد الله في السماحة، إنه أكثر شخصية على طول التاريخ تسامحا. يقول إيرفينغ: لقد تسامح مع أعدائه وخصومه ومعارضيه دائما وأبدا، في لحظات ضعفه وفي لحظات قوته وانتصاره. هذا درس كبير مهيب، كما قلت لكم من الصعب أن نستوعبه. توماس جيفرسون أحد الآباء المؤسسين في العالم الجديد، وأحد آباء الدستور أيضا، وهو قانون كبير، وأحد الذين خدموا قضية حقوق الإنسان أيها وتحرير العبيد، جيفرسون يقول: النصر ثمنه تماما كثمن الهزيمة. انتبهوا، هؤلاء الكبار، هؤلاء الذين يصنعون الأحداث، يفهمون مثل هذا الدرس المحمدي، وإن كان أمثالنا يصعب عليهم فهمه وإدراكه. يقول: النصر ثمنه تماما كثمن الهزيمة. ما معنى هذا الكلام؟ جيفرسون يريد أن يقول أيها الإخوة إن النصر قد يحطم الشخصية، شخصية المنتصر، شخصية القائد، شخصية صانعه، كما تحطمه الهزيمة. الهزيمة تجعل اليأس يتخونه، والملل أيها الإخوة والقنوط يخامره، بل يجتاح نفسه ويسطو بها، فربما كفر بمبدأه، وربما صار إلى تطرف إلى مبدأ مخالف تماما. والتاريخ يشهد حالات كثيرة، نحب أن نطول لضيق الوقت. كذلك النصر قد يجعله يكفر بالمبادئ التي بشر بها، مبادئ السماحة، مبادئ الإنسانية، مبادئ اللا عرقية أيها الإخوة، مبادئ العالمية، قد يكفر بها ويستحيل دكتاتورا وأفاقا كبيرا وسفاكا سفاحا للدماء وقطاعا للرؤوس، فتتحطم شخصيته
ويتحطم مبدأه بتحطم إيه؟ مثاله الكبير صاحب المبدأ. لذلك تشرشل والذي عرف معنى النصر مرتين كبريين، وينستون تشرشل ماذا يقول؟ يقول إن النصر قد يكون، أو هو عفوا يقول النصر أو مشاكل النصر، يعني ثمرات النصر، مشاكل النصر أكثر عذوبة أكثر طيبة، يعني أكثر مقبولية من مشاكل الهزيمة، لكنها ليست بحال أقل منها إشكالا أو أقل منها صعوبة، أكثر مشاكل النصر أكثر صعوبة من مشاكل الهزيمة. قد يمكن أن تتجاوز مرارتك حين تهزم في جولة أو في معركة حتى، لكن من الصعب أن تنتصر على ماذا؟ على نفسك، تنتصر على عدوك. قد تهزم أمام غرائزك، أمام أحقادك، أمام ثاراتك، أمام الماضي. إن شئتم أن نقتبس حتى هذه الجملة بلغتها الأصلية حتى تفهم لمن يريد أن يفهم. يقول بالحرف الواحد تشرشل، يقول the problems of victory are more grievable than those of defeat but they are no less difficult. مشاكل النصر أكثر طيبة أو عذوبة من مشاكل الهزيمة، لكنها ليست بحال أقل منها صعوبة. They are no less difficult، ليست أقل منها صعوبة، إنها أصعب أيها الإخوة، أصعب التحديات. يقول نابليون أمام القائد هو أن ينتصر. نابليون يعرف هذا جيدا، ولكنه لم يتجاوز نفسه، حتى نابليون نفسه. محمد تجاوز أحسن تجاوز، لم يشهد التاريخ مثل هذا التجاوز. قالوا وهم مقموعين أيها الإخوة، مذعورين، حين سألهم ما تظنون أني فاعل بكم يا معشر قريش يا 23 سنة، يا 23 سنة من المناكدة والكفر والجحود والمرارات والعذابات والدماء والدموع، ماذا تظنون؟ قالوا خيرا، نظن خيرا، لأنهم يعرفونه، فقد لبث فيهم عمرا من قبله ومن بعده، من قبل الحق الذي أتى به ومن بعد الحق الذي أتى به، 40 من قبل وزهاء 20 من بعد. قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال أما إني لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر، الله أكبر. أمثل هذا ينال من جنابه؟